السكرية السكر والضغط والسمنة بمعدل 76% من المستهدف، مشاركة الإناث 57% مقابل 43% ذكور. في محافظات بتتعدى المستهدف اليومي زي محافظات جنوب سيناء ودمياط، وهم خلصوا تقريبا 20% من المستهدف الكلي. عدد المشاركين من محافظة البحيرة أعلى مشاركة، يليها الأنوبية والفيوم وأسيوط. إقبال كبير جدا من المواطنين. عدد الأماكن اللي بنشتغل فيها الثابتة غير المتحركة 1448، والفرق بتشتغل 4 فرق يوميا من 9 صباحا لمنتصف الليل. زودنا عدد الأماكن المتحركة اللي بتستهدف الجامعات والمناطق الصناعية والمشروعات العملاقة. نعتبر إن النهاردة يوم إيجابي جدا جدا لوصولنا لأكثر من 2 مليون مواطن يعملوا المسح في 10 أيام. أشكر جدا العاملين في وزارة الصحة على مجهودهم سواء اللي كانوا في المحافظات أو المركزي، وأشكر وزارة التخطيط على دعمها، بالذات أول امبارح لما حصل شوية كان الإنترنت فيه مشكلة اشتغلوا معانا. أشكر وزارة التخطيط بكل كوادرها وعلى رأسها قيادة معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد. أشكر معالي وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين اللي اشتغلوا معانا على مجهودهم الكبير جدا في تسهيل المبادرة وحشد المواطنين. وأتمنى المجتمع المدني، أنا بشكره بس متطلعين لأكثر مشاركة في الدعم لحشد المواطنين. أعتقد أن ده شيء إيجابي جدا، إحنا نطمن على أكثر من 2 مليون مواطن في 10 أيام واللي مريض فيهم بدأ ياخد العلاج. أتمنى إن شاء الله أن الحملة تمشي بنفس الريتم، وأتوقع بإذن الله مشاركة أكبر للمواطنين. شكرا.